السلام عليكم، في حلقة جديدة معاكم كابتن عمرو. النهاردة هنتكلم عن ايه هو افضل دايت تعمله في رمضان. طبعا كلنا عارفين ان شهر رمضان بعيد عن ان هو شهر عبادة وشهر تدين، ان هو كمان خلينا صريحين مع بعض كده، انه كان شهر اكل. واكتر حاجه الناس بتقعد تقولها في رمضان ان هم يعني مش بيعرفوا يسيبوا دايت بسبب العزومات الكتير والمغريات بتاع الاكل والكلام ده كله. واغرب واكتر حاجه سمعتها، لو انت بتعمل بالك فحجتك بتبقى ان الوقت اتغير وان انا مش عارف امشي على دايت، او ان انا ادخل الكالوريز بتاعتي بسبب ان الوقت اتغير. ولو انت هدفك ان انت مثلا بتنشف فانت مش عارف تمشي على دايت بسبب العزومات الكتير وبسبب المغريات بس بتاعت الاكل. احنا بقى النهارده هنتكلم في الفيديو ده عن الناس فعلا اللي عايزه تلتزم بدايت، اما الناس بقى اللي مش عايزه تلتزم بدايت او مش عارفه تلتزم بدايت فتيجي بقى تدوم معايا كده بقى ونزل نفطر سوا في رمضان. ها والكلام واضح. اول حاجه في شهر رمضان، شهر رمضان زي اي شهر على مدار السنه، لو انت عايز تضخم فيه فانت لازم تدخل اعلى من الكالوريز بتاعتك، ولو انت عايز تنشف فيه فانت لازم تعمل عجز في الكالوريز بتاعتك. لكن مفيش حاجه اسمها الحل السحري اللي هيخليني اخس، ولا المشروب العملاق اللي هشربه على الفطار او هشربه على الصبح كده على الريق او الكلام ده كله، او مفيش الكلام ده. تاني حاجه انا هعمل لك فيديو ان شاء الله هشرح لك فيه ان انت ازاي تحسب السعرات بتاعتك. اما طبعا في حاجه مهمه جدا، ان انت لازم تبقى ذكي جدا في توزيع السعرات بتاعتك على مدار وقت الفطار بتاعك، الوقت اللي انت مسموح لك بيه تفطر، لو من الفطار لحد السحور. يعني طب ازاي الكلام ده كله؟ يعني انا مثلا عن نفسي انا باخد 35% من سعراتي على وجبه الفطار و35% من السعرات بتاعتي على وجبه السحور. طيب بيتبقى هنا 15% باخدهم وجبه قبل التمرين، و15% التانيين باخدهم وجبه بعد التمرين. فانت لازم تبقى ذكي في ازاي ان انت توزع السعرات بتاعتك على مدار يومك. فبكده بقدر اوزع سعراتي على مدار وقت الفطار بتاعي، بقسمهم على 4 وجبات، مش بنزنق نفسي على وجبه او وجبتين في وقت الفطار بتاعي المسموح لي بيه. فانت كمان لازم تعمل كده. وطبعا ما تنساش الشيك بتاعك، لا ده انسب حل ان انت تضخم بيه. ما تنساش طبعا الشيك بتاعك، لو ما اتفرجتش او ما تعرفش ايه هو الشيك ده هسيب لك الحلقه بتاعته فوق هنا، بدخل اتفرج عليه. وطبعا في حاجة مهمة جدا، ان انت ازاي تقسم المغذيات بتاعتك على مدار الفترة اللي انت بتاكل فيها. يعني ايه؟ يعني امتى ان انا ادخل بروتين سريع الامتصاص، وامتى ان انا ادخل بروتين بطيء الامتصاص، امتى ان انا ادخل كارب بسيط، امتى ان انا ادخل كارب معقد. وطبعا في وجبة الفطار بتاعتك لازم الكربوهيدرات بتاعك يكون كربوهيدرات بسيط، علشان جسمك يقدر يبني مخازن الجلايكوجين الفاضل في الصيام ويقدر يعوض المجهود اللي بذله في الصيام. طيب ايه اكتر كربوهيدرات بسيط الجسم ممكن يقدر ان هو يستغله ويكون بسيط ويبني مخازن الجلايكوجين بسرعه ويعوض الكلام ده كله؟ هو التمر. طيب وين جينا اتكلمنا عن تاني وجبه اللي هي وجبه بعد التمرين، فهي ما فرقتش كتير عن وجبه الفطار، في ان انت لازم تدخل كارب بسيط يكون سريع الامتصاص، وتدخل بروتين سريع الامتصاص عشان يقدر يبني مخازن الجلايكوجين اللي انت برضه فضيتها في التمرين، ويقدر يعوض الطاقه برضه اللي انت بذلتها في التمرين ويوصل المغذيات للعضله بسرعه. طيب وان جينا اتكلمنا عن اخر وجبه في رمضان اللي هي وجبه السحور، فانت لازم تعتمد في وجبه السحور على كارب يكون معقد وبروتين يكون بطيء الامتصاص. كارب معقد زي ايه؟ زي الرز البني، زي الشوفان، زي البطاطس، زي البطاطا، واتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت هسيبها لك برضه ايه فوق هنا بدخل اتفرج عليها. طيب بروتين بطيء الامتصاص زي ايه؟ زي البروتين الجزيل وزي الجبنه القريش. طب ده ليه؟ لانه هيساعد جسمك في انه يمده بالطاقه لاطول فتره ممكنه في فتره الصيام بتاعتك، وكذلك البروتين الجزيل. طبعا واهم حاجه، لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واتفرج على الحلقات اللي فاتت استفدت منها، ولازم تتفرج طبعا على الحلقه اللي فاتت هسيبها لك هنا اهو. كان معكم كابتن عمرو، السلام عليكم.